اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس يوم غد الاثنين. غتظل الاجواء بارده خصوصا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقه الشرقيه والهضاب العليا والسهول الداخليه. ستهم امطار وزخات مطريه مصحوبه بعواصف رعديه معتدله الى محليه مهمه للنصف الغربي للواجهه المتوسطيه والسفوح الجنوبيه الشرقيه والشرق الاطلسي المتوسط، كما ستمر سحب كثيفه قد تعطي قطرات مطريه خفيفه ومتفرقه بكل من سيس وسهول المحيطيه الواقعه شمال المحمديه والغرب وداخل الشاويه ووالماس وهضاب الفوسفات والمنطقه الشرقيه والريف والاطلس الكبير والمتوسط والمناطق الموجه وشرق الواجهة المتوسطية. عدا ذلك ستبقى سماء أحيانا غائمة بالنصف الشمالي وقليلة السحب باقي جهات المملكة. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غتعرف 6 درجات، درجة بمدينة وجدة، فاس غتعرف 0 درجة، الرباط غتعرف 2 درجات، 5 درجات بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، 0 درجة بالنسبة لمدينة مكناس، وغادي تعرف مدينة مراكش 2 درجات. أما بالنسبة لمدينة أكادير فغتعرف 9 درجات، 13 درجة بالنسبة لكل من مدينتي العيون والداخلة. الآن خليكم مع وقعت احوال طقس لهذا الاسبوع. بغيتي تعرف اشنو واقع في البلاد؟ اخبار حصريه وريبورتاجات من قلب الحدث بان سامبل كليك. غادي تدخل اندرويد او ليو اس من التليفون ديالك، غتمشي لا بار دو ريشيرش وتكتب شوف تي في، وهو التطبيق ديالنا بين يديك. اي هو هذاك اول تلفازه الكترونيه بالمغرب طورت التطبيق ديالها ليكم نتوما مشاهدينا باش توصلوا بسهوله المعلومه وفي اي لحظه بغيتوها. اخبار حوارات ريبورتاجات وبرامج جديدة اكيد بالمتابعه غادي تلقاوها في الابليكاسيون ديال شوف تي في، ومع الابليكاسيون ديالنا الاخبار كامله بين يديك.